فعندما يقول مازحا مثلا قبلتك زوجة لي مع وجود الولي وجود شهود وكذا وهو جالس يمزح، بقول له ماشي به خلاص في ذمتك انعقد الزواج، ماشي فيها مزاحة دي. وعندما يقول حال حرم تطالق يقاس تمازح، هو ما ناوي الطلاق لكن نوى وقصد اللفظ وقع الطلاق، ولا ماشي به خلاص وقع الطلاق. وعندما يقول راجعتك الرجعة زين وقايت مسكينة قايت مع البيت، قال أنا كنت أمزح ولا ماشي تمزح، خلاص رجعت الحرمة ماشي مزح في هذه الأشياء. ولذلك تجد مثلا العقود في المعاملات لا تنعقد بالمزاح أبدا، بالمزاح ما تنعقد، ما تصير عقود إلا هذه ثلاث أشياء: النكاح، طلاق، رجعة. وفي بعض الروايات النكاح والطلاق والعتاق، تأتي إلى عبد من العبيد تقول أنت خلاص أنا اعتقتك لوجه الله، وبعد تقول أنا مازح ولا ماشي مازح، هذه تنعقد سواء أنت مازح ولا قاد. ولذلك يعني نجد اليوم من الظلم العظيم الذي يحدث على المرأة، سواء كان هذا الظلم السبب فيه هو الرجل نفسه، وهذا أكثر الأحوال، وأحيانا تكون السبب هي المرأة نفسها، لكن هو في النهاية الظلم يقع عليها حتى لو كانت هي سببا في وقوع هذا الظلم عليها. من الظلم أن يأتي ويقول لها طالق طالق طالق، أو يقولها طالق بالثلاث، أو يقولها طالق ثلاثا، أو يقولها طالق ألف مرة ومحرم النش إلى يوم الدين وحرام علي وحلال على غيري. هذا عاد اسمه وقع يعني في أمر عظيم.